السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. فبعد غياب طويل وبفعل العطلة اذا احنا عدنا من جديد. اذا الناس اللي خذت البكالوريا ومشات دفعات المدارس او اللي دفعات الجامعة، فكنقول لهم حظ موفق في مسيرتكم الدراسية. اما بالنسبة للناس اللي ما حالفهمش الحظ، فكنقول لهم ايضا حتى هما مسيرة موفقة، وراه الخدمة كتبدا من بداية العام الاخوان. الخدمه كتبدا من بدايه العام، راه ماشي حتى الاخر عاد غتقول لا انني غادي نخدم. اذا هذه الحلقه هذه كتجي نزولا عند الرغبه ديال واحد المجموعه من الناس ومن الطلبه اللي غادي يديروا باك ليبر، او لا الناس اللي غادي مقبلين على البكالوريا. اذا من خلال الحلقه غادي نهضر على نسطروا كيفاش تسطر برنامج اللي وفقه غادي تمشي ان شاء الله من هنا حتى الامتحان ديال البكالوريا. اذا اول حاجه غادي نهضر قبل ذلك نهضر على جوج النقاط. هو اول حاجه خصك تعرف يعني المواد اللي انت غادي تمتحن فيهم، ثم من بعد النقطه الاخيره غادي نهضر فيها على تسطير البرنامج. بمعنى اخر الا بغيتي يعني تاخذ الباك ديالك، يعني هل البرنامج اللي غتمشي عليه، يعني هل الخطوات اللي غادي تتبع ان شاء الله من هنا حتى الامتحان ديالك. إذن أول حاجة كما قلت لكم النقطة الأولى هي خصنا نعرفوا المواد ديالنا. بمعنى آخر ما يمكنش نسطر برنامج وما كنعرفش المواد، راه ما يمكنليناش، خصوصا كنهضر على الناس ديال اللي غادي يديروا إن شاء الله بكالوريا حرة. إذن البكالوريا حرة ماشي هي الباك يعني العادي، باك ديال الدولة. البكالوريا الحرة كيتمتحنوا في الجهوي، عندهم الجهوي وعندهم يعني الوطني. اذا غنهضر على جوج ديال المسالك، يعني المسلك ديال الاداب والمسلك ديال العلوم الانسانيه. اذا كلهم في الجهوي كيتمتحنوا يعني في مواد، هذه المواد اللي انا غادي نقول لكم دابا، ونقول لكم حتى المعاملات ديالهم. اذا كاينه اول حاجه هي اللغه الفرنسيه والمعامل ديالها اربعه. المعامل ديال اللغه الفرنسيه اربعه. كاينه التربيه الاسلاميه والمعامل ديالها جوج. التربيه الاسلاميه والمعامل ديالها جوج. كاينه الرياضيات والمعامل ديالها واحد. اذا كما قلت لكم هذه المواد هذو اللي عطيتكم دابا كتمتحنوا فيها في الجهوي، يعني جوج المسالك، سواء درتي المسلك ديال العلوم الانسانيه او درتي المسلك ديال الادب، هذو هما المواد اللي كتمتحن فيهم. اما فيما يخص يعني الدروس اللي في هذه المواد هذو، ان شاء الله غنخصهم الحلقات قادمه باش نحاول اننا نعطيكم يعني في فرنسية شنو هما يعني الروايات اللي كتقراو في فرنسا، ثم دروس اخرى، وايضا التربيه الاسلاميه، وايضا الرياضيات. واخا هادو ماشي التخصص ديالي، وانما نعطيكم واحد النظره عامه. انا التخصص ديالي هو اللغه العربيه. اذا هذا فيما يخص الجهوي، هذا الجهوي. والجهوي عليه نسبه 25%. 25% بمعنى اخر كتبقى 75% كلها للوطني، كلها للوطني. اذا دابا غادي ندوز الى المواد ديال الوطني. المواد ديال الوطني فيه اللغه العربيه، وانا في الاخر غادي نعطيكم الدروس ديال اللغه العربيه لان هذا تخصصي. ده فقط يعني دابا كنعطيكم المواد، وفي الاخر غادي نعطيك الدروس اللي غادي تقرا في اللغه العربيه. اللي من دابا ان شاء الله اللي غادي يشوف هذا الفيديو يمشي يقلب عليه، او لا من الاخر كما قلت لكم غادي نسطر واحد البرنامج ونقول لكم الطريقه اللي ممكن انكم تتابعوا فيها. اذا عندنا اللغه العربيه، ثم اللغه الاجنبيه الثانيه، وهنايا كاين اللي كيعطيوه اللغه الاسبانيه، وكاين اللي كيدير او لا اللي كيعطيوه اللغه الانجليزيه، هي اللغه الاجنبيه الثانيه. ثم كاينه الفلسفه، ثم كاينه الاجتماعيات. نعاودو، كاينه العربيه، وكاينه اللغه الاجنبيه الثانيه، وكاينه الفلسفه، وكاين الجمعيات. كاين فيكم اللي غيقول لي كيفاش عطيتي المعاملات ديال الجهوي وما عطيتيناش المعاملات ديال الوطني؟ انا غادي نخص لهم هادو فقط المعاملات، غنخص لهم حلقه يعني بوحدها، وغادي نقول لكم يعني لان المعاملات كتختلف المسلك المسلك. المسلك ديال الادب ماشي هو المسلك ديال العلوم الانسانيه. اذا فبالتالي ما عطيتهم لكمش دابا، نعطيهم يعني نخص لهم حلقه بوحدو. هذا فيما يخص يعني معرفه ديال المواد. اما غادي ندوز للنقطه الثانيه هو تسطير برنامج. اذا بعد ما عرفنا المواد، حنا عرفنا المواد، دابا غادي نسطر واحد البرنامج اللي غادي نمشيو وفقه باش ان شاء الله نتفوقوا. بالنسبه للناس اللي دايرين يعني بكالوريا ديال الدوله، فراه يعني الدروس كيتلقاوها من طرف الاساتذه،
يعني الاستاذ كيعطيك الدروس يعني كتمشي داكشي بالترتيب. غير نصيحتي يعني ليكم، فرجاء كاين فيكم التلاميذ اللي غادي يشوفوا دابا هذا الفيديو، كنهضر على الناس ديال الدوله اللي غيقراو البكالوريا يعني الدوله. يعني شنو كيديروا غالبا في داك يعني الدرس الاول ما كيكونوش كيدخلوا بزاف، راه كتعرف اللام الصيف مازال وديك الدخول كيكون متعطر، وحتى كتدخل الاستاذ دار حصه ولا جوج حصص وانت راه مازال ما فهمتي حتى حاجه فيه، وكتقربوا بزاف. انا كنقول لكم كتقربوا بزاف هذه المساله هذه. اذا على الاقل الا فاتوك الدروس حاول تشد الدروس من التلاميذ اللي كانوا كيدخلوا، باش ما تقولش فيهم ان غالبا الا حطوا لك الدروس في الاولى كتقول راه ما كتكونش فاهم فيهم. اذا هذا فيما يخص المساله. اذا دابا غادي نسطر واحد البرنامج. اذا كما قلت لكم الناس التلاميذ اللي عندهم البكالوريا ديال الدوله ما كاينش لا خوف عليهم. اما بالنسبه للناس اللي دايرين بكالوريا حره، بكالوريا حره كاين عندكم جوج ديال الطرق. يا اما غادي تمشيو تاخذوا الدروس من التلاميذ اللي فاتوا غتاخذوا منهم الدفتر. اذا بعد ما كناخذوا الدفتر هذا الدفتر عندنا، هاد الدروس عندنا. اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نفهمو. اذا هنا الفهم كيجي، يعني شكون غيفهمك؟ كاينه كما قلت لكم عاوتاني ايضا كاين جوج طرق. يا اما غتشوفوا القنوات اللي كتكون على اليوتيوب. اذا الى 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 شفتوا هذا الفيديو هذا وطبعا الى عجبتكم الطريقه باش كنشرح فيها، فانا راه داير فيديوهات وان شاء الله من القدام غندير فيديوهات اكثر، وغادي يعني نزيد نديطاي اكثر بالنسبه للدروس. اما يعني الطريقه الاخرى وهي غتاخذ دفتر من التلاميذ اللي سبقوك، ويعني غتراجع مع التلاميذ اللي كيقراو، بمعنى انك غتراجع معاهم. فيعني اللي الا ما كنتيش ما عندكش الوقت ولا شي حاجه، فراه كاين الحمد لله القنوات على اليوتيوب عطاهم الله. يكفي انك تكتب يعني قناه من القنوات معينه ولا استاذ من الاساتذه معين، فراه يطلعوا لك يعني الدروس ويعني غتفهمهم. فقط كما قلت لك يعني تعرف الدروس اللي في المواد، بمعنى اخر مثلا في اللغه العربيه مثلا عندي فيها احياء النموذج وسؤال الذات وتكسير البنيه وتجديد الرؤيه والمسرح والقصه والمنهج الاجتماعي والمنهج البنيوي. انا قلت لكم دابا يا اذا شنو غدير انت؟ مثلا غتمشي لاحياء النموذج هو الاول، تخصص له مثلا واحد شهر معين، ماشي شهر يعني 20 يوم مثلا، كل مره تفهم شويه، كل مره هذا، كل مره يعني تبحث شويه حتى تعرف، وكل مره يعني خصوصا الا حملتي شي فيديو معين شي استاذ كيشرح فيه يعني احياء النموذج، فهانت غتكون حيدتي عليك هاد الدرس هذا ديال احياء النموذج. ثم ايضا سؤال الذات، ثم يعني تكسير البنيه، ثم تجديد الرؤيه، ثم المسرحيه، ثم يعني القصه، ثم يعني المنهج الاجتماعي والمنهج البنيوي. هادو كما قلت لكم دابا يعني هاد الدروس هادو اللي في اللغه العربيه انا عطيتها لكم بالترتيب، سواء درتي العلوم الانسانيه او لا درتي الاداب، فالترتيب ديال هاد الدروس ديال اللغه العربيه اللي هو التخصص ديالي، فيعني وفق الترتيب اللي انا عطيته لكم دابا. اذا الى حدود الان غادي نعاود يعني البرنامج، كيفاش تستير البرنامج؟ غتستير البرنامج اذا انت بعد ما عرفتي المواد اللي انت غتمتحن فيهم، غتاخذ الدروس. طبعا غتاخذ الدروس يعني من زملاء التلاميذ باش تعرف الترتيب ديال يعني ديال 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 المواد، ترتيب ديال يعني ديال هاد الدروس اللي في هاد المواد هادو. طبعا اذا بعد ما جمعتي الدروس او ما عندك، اذا خاصك تفهم كما قلت لكم كاين جوج طرق. يا اما غتحتك بالتلاميذ اللي هما كيقراو ديال يعني ديال الدوله، تحتك معاهم طبعا علاقه معينه. اما بالنسبه للناس اللي خدامه والناس اللي ما عندهاش الوقت، فيكفي انك تعطي يعني تعرف المواد اللي في هاد الدروس هادو، ويعني تمشي تبريباري عطا الله في الانترنت، عطا الله كما قلت لكم في اليوتيوب دابا في القنوات. وراه انا ايضا يعني كنشرح اللغه العربيه فقط، يعني التخصص ديالي هو اللغه العربيه. اذا الى حدود الان خوتي الى كنت نسيت شي حاجه او لا شي حاجه غامضه لكم، ف راه غادي نجاوبكم، ويعني غير 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 يعني واحد نجاوب على واحد السؤال. ف قالوا لي يعني التلامذة وصدر ما كتجاوبناش، انا كنقول لكم راه اعتقد يعني لا اتفخر بانا ولا شي حاجه بحال هكا، راه الوحيده اللي كنشوف القنوات الاخرين الاساتذه اللغه العربيه، الوحيد اللي كيجاوب على جميع الاسئله اللي ديال التلامذة هو عبدو ربي. اذا خوتي خواتاتي الى حدود الان اتمنى يعني
انكم تكونوا استفدتوا يعني من خلال الحلقه. الناس اللي مازال ما تابوناتش في القناه نزلوا يعني تابونا في القناه، لانكم كلما كتابونا في القناه كلما كتلكومونطاي كلما لايك كلما حقيقه كتشجعني قسما بالله العظيم مكرمح معاكم شي حاجه يعني في هذه المسائل هادو. يعني جاوني واحد الميساجات كيقولوا ان هذه المسائل ولكني راه نتوما عارفين هذه المسائل. اذا الى حدود الان غنكون سوفيت يعني جميع النقط اللي انا مدرجه في هذه الحلقه، فاضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.